بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي صلاح أنور، مصري مقيم في الخارج. وبما إن احنا داخلين خلاص يوم الجمعة، في أول ساعات يوم الجمعة بتوقيت مصر، على الانتخابات الرئاسية اللي هيفتح باب المصريين في الخارج قبل المصريين الداخل إن شاء الله. فكان في سؤال دايما بيطرح على الناس كتير سألته لي، وهو سؤال متكرر طبعا، إنه إزاي هنصوت في الانتخابات الرئاسية الجاية على الإنترنت أو أونلاين. الخطوات ببساطة، انت بتروح للويب سايت elections.eg. المفروض ان انت تكون سجلت في، اما في خلال الانتخابات الايام المتاحة في انتخابات مجلس الشعب اللي فاتت، او انتخابات الايام اللي فاتت قبل الانتخابات الرئاسية دي. لو ما كنتش سجلت طبعا فات عليك الفرصة للمشاركة الانتخابات دي، ويبقى هتشارك في الانتخابات الجاية ان شاء الله. المفروض ان انت لما تكون سجلت في الايام المتاحة دي خدت كود تأكيد. في حالة ان انت لو فقدت الكود ده مفيش مشكلة، بتخش على الويب سايت elections.eg. لما تخش على الويب سايت دوت بتحط رقم القومي لو انت فقدت الكود، وبيديك الكود تاني عن طريق الايميل او البريد الالكتروني. بتاخد الكود دوت وبتحطه في الويب سايت في الصفحة اللي هتكون متاحة في الساعات الاولى من يوم الجمعة حسب التوقيت اللي حددته اللجنة العليا للانتخابات. وبيبتدي ان هو يدخلك على صفحة تانية فيها الفورم بتاعتك اللي هتطبعها حسب اخر فورم طبعتها في انتخابات مجلس الشعب. كانت عبارة عن 3 أو 4 صفحات فيها تعليمات التصويت بالتحديد، صفحة للبيانات بتاعتك، وصفحة فيها المرشحين. اعتقد هتكون صفحة فيها 13 مرشح، هتصوت في المرشح اللي انت عايزه. وبعد كده بتطبق الورقة وبتحطها في ظرف، وبتقفل الظرف ده كويس. بتاخد الظرف الصغير دوت وتحطه في ظرف اكبر منه مع ورقة اللي فيها بياناتك بعد تملاها زي ما هيكون موضح في الورقة، وبترفقها بصورة من جواز السفر او صورة بطاقتك الرقم القومي او حاجة تقريبا اي بطاقة تعريف تابعة للدولة اللي انت فيها. بالنسبة لإحنا هنا في امريكا بطاقة الاي دي او رخصة السواقة او حتى بطاقة الكلية. وبيبقى قدامك خيار من 2، يا اما انت تسلمها باليد للقنصلية الاقرب ليك او اللي انت تابع ليها على صح، او يا اما تبعتها بالبريد لنفس عنوان القنصلية. وبالمناسبة عنوان القنصلية اللي انت تابع ليها بيبقى موجود في الفورم اللي بتطبعها، يا اما بتبعتها بالميل يا اما بتسلمها باليد زي ما قلنا. وبعد تسليم المظاريف وانتهاء فترة التصويت اللي هتكون في 17 مايو، فترة التصويت من 11 مايو يوم الجمعة القادم بتوقيت مصر ل 17 مايو. بعد انتهاء فترة التصويت دي بيتم فرز الأصوات في القنصليات التابعة، القنصليات المنتشرة في العالم، وفي حضور مندوبين على المجتمع المدني ومندوبين منظمات حقوق الإنسان. وبيتم إعلان النتيجة بعد الانتخاب الداخل إن شاء الله.